ده مثلث الكارثة من بناء سد النهضة. الحكومة بتكلمنا على موضوع فني جدا اللي هو تغيير بالطبع مجرى النيل. لا يقصد السيد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الحكومة الحالية، بل يقصد حكومة هشام قنديل والتي شارك المسلماني شخصيا في الانقلاب عليها بعد هذه الحلقة بشهر تقريبا. والمثير أن الحكومة الجديدة تبنت موقفا متراخيا أكثر في قضية سد النهضة والأمن المائي المصري. احنا بنرى انه سد النهضة في أثيوبيا يمكن أن يكون مصدر لرخاء وفوائد مش بس لدولة أثيوبيا إنما للدول المحيطة. قد يقول قائل أن الببلاوي ربما يكون مضطرا إلى هذا التصريح بسبب صعوبة المفاوضات، ولكن يفاجأ المشاهد الذي قرأ وشاهد كثيرا عن مخاطر هذا السد في جميع وسائل الإعلام خلال حكم دكتور محمد مرسي بأن الحكومة المؤقتة أكدت حرصها على أن يكون سد النهضة ذا كفاءة عالية، بل وعرضت على إثيوبيا المشاركة أيضا في بناء السد، وهو الأمر الذي واجهته إثيوبيا بالرفض. هذا التناقض خرج من طور تعجب المواطن والذي يتساءل عن الثمن مقابل تغير المواقف، ووصل إلى أحد المذيعين الذي اندهش أيضا من تناقض الحكومة والإعلام الموالية للانقلاب بالتبعية. هنا في البلد دي في البرنامج ده الحقوا سد النهضة أثيوبيا، الحقوا مصر أم النيل هتعطش هتموت، فجأة مصر مش هتعطش. الخطر ما زال قائما، ولكن هذا التناقض في التعامل والتحول في رأي الحكومة الحالية يعود إلى ضعف الموقف الرسمي وانتهاء دور مصر في القارة السوداء بعد تجميد عضويتها في الاتحاد الإفريقي وغيابها عن القمة الإفريقية لأول مرة منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية منذ 51 عاما، وهو ما استغلته إثيوبيا ومضت في خطة إنشاء السد، وأكدت أنها لا تعترف بالحكومة الحالية، واكتفت سلطات الانقلاب بتصريح الرخاء والخير على أمل مجرد الاعتراف. قد يدفع المصري دمه من أجل الماء الذي يروي أرضه، هذا ما فهمه من خططوا للانقلاب العسكري واستفادوا من قضية سد النهضة ونشروا الخوف، وساهم هذا في الحشد ضد الرئيس المنتخب، ولكن بعد انتهاء الغرض تحول السد إلى مصدر رخاء. يضرب المواطن كفا بكف وهو يشاهد الماء يتسرب أمام عينيه، وليتها تتوقف عند الماء، فهناك أثمان أخرى ستدفعها مصر من جيب المواطن وحلمه بمصر الغد من أجل حلم لجنرال.